نايف من السعودية يعني يفكر أو مرشح الابتعاث في الخارج، ما نصيحتكم له؟ بالنسبة لي الابتعاث للخارج نقول هو باب قد فتح على مصراعيه، وهذا من الأمور الخاطئة التي توسع فيها مما لا حاجة إليه، بحيث أن الإنسان مثلا يبتعث على أشياء لا حاجة له فيها، كذلك أيضا لا حاجة لبلده، بل إن العلم ربما يكون في بلده أفضل من غيره، وذلك ما يتعلق خاصة في علم الأدبيات أو بعض الفلسفات، فتجد أن بعض الناس يذهب لدراسة بعض الفلسفة الشرقية في بلدان الغرب، أو كذلك أيضا منهم من يدرس مثلا لغويات أو بعض مسائل اللسان، ما يتعلق بلغة العرب أو الأدب العربي والثقافة الإسلامية فيأخذها من بلدان غربية، وهذا نوع من التنكيس، وكالذي مثلا يريد أن يأخذ مثلا معرفة معينة من غير أهلها، فإن هذا ليس بساغ، فإنه لا يمكن أن يصفى لك حتى من جهة العلم والمعرفة، قد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالابتعاث هو بحسب مقاصده وأحواله، لا يغلق الباب بجميعه ولا يقال بجوازه بجميعه. التوسع الموجود في ذلك أفضل إلى شيء من المحرمات، حتى وقع في ذلك مخالفات كثيرة جدا وهي مشهودة ملحوظة. ثم أيضا إن ما يتعلق بالقدر الجائز في ذلك، أن الإنسان يطلب في ذلك علما لا يجده في بلده، وأن يكون ذلك العلم ما يحتاج إليه بلده، لا يكون ذلك من فضول العلم، وهذان الشرطان هما مما يجوز به للإنسان أن يدرس في بلد ويقتضي في ذلك الإقامة في ذلك البلد. أما أن يدرس علما لا تحتاجه بلده ولا بلدان المسلمين، ولا كذلك أيضا نجد أن هذا العلم لا يجده في ذلك في بلده على الوجه الذي تحتاجه الأمة، أما إذا وجده في بلد في بلد المسلمين فإنه يأخذه من ذلك البلد، وإذا كانت البلد لا تحتاجه فإنه حينئذ يكون ذهابه في ذلك أو إقامته بين ظهرانيه داخل في النهي الوارد في ذلك. نعم، يستثنى ما يتعلق بمسألة سفر الإنسان إلى بلدان الكفار، ما يتعلق بالمصالح الشرعية المصالح الدنيوية العارضة، كان يذهب الإنسان تطببا أو يذهب الإنسان تجارة، وذلك للإتيان بالمؤونة التجارية، فما زال المسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون قوافل والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم وبين ظهرانيهم، ويذهبون يتأتون بالتجارات، وتذهب العير تأتي إلى مكة وتأتي إلى المدينة، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أولئك عن ذلك، بل إننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة نجد أن كثيرا من أوانيه وسلاحه ولباسه أنه من صنع كافرين، فينسب حتى باسمه أنه رومي أو كذلك أيضا يماني أو سحولي، ولم يكن تلك البلدان قد دخلت في الإسلام، ويعلم أن الذين يأتون بذلك هم طوائف وأقوام من المسلمين يسافرون. ولهذا نقول أن هذه الأشياء هي من المصالح الدنيوية والمصالح الشرعية، فلا حرج أيضا على المسلمين بفعلها وكذلك أيضا الاغتنامه. أما ما يتعلق بسؤاله وهو ما يقتضي الإقامة، وما يقتضي الإقامة أن الإنسان يديم سكنا في ذلك، وذلك الإقامة في هذا أن يبقى الإنسان عواما وسنين طويلة في ذلك، ما يتعلق مثل الذي يذهب للدراسة الجامعية فيقيم 5 سنوات ويدرس مثلا لدراسات طويلة، فيدرس مثلا ما بعد الثانوي أو مثلا يدرس الثانوي ما بعدها ونحو ذلك، ودراسات يجدها في بلدان المسلمين، أو ربما أيضا حتى لو وجدها ما لا يجدها في بلدان المسلمين لكنها من العلوم التي هي من فضول العلوم، فتجد مثلا ما يتعلق ببعض العلوم التي لا تحتاجها حتى بلدان المسلمين، أو ربما أيضا هناك علوم ما هي أولى من ذلك أن يتعلم الإنسان، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأفعال حتى لا يقع في المحظور. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقامة بين ظهران المشركين، وحديث فيه كلامه لكن معناه صحيح. الإقامة في ذلك أن الإنسان إذا قام في بلد كفري، ربما يقول الإنسان أني محصن بالإسلام والإيمان، وإذا قد تكون الإنسان محصن بالإسلام والإيمان وقد كمل عقله وجاوز سن طيش أو مراهقة أو الجهل أو غير ذلك، ولكن ما يتعلق بالذريات، ولهذا يوجد في بلدان المشركين أقوام أجدادهم كانوا مسلمين وأقاموا وسافروا بذلك، وقد رأيت أقواما من يعترفه على النصرانية يقول كان جدي مسلما، ويحمل جده اسم مسلما ولكن اسمه أصبح نصراني. من الذي باء بذلك؟ باء بذلك الأول. نعم، قد يوجد في بلدان المسلمين من المكارث أما الكوارث والمصائب التي تأم من المسلمين إلى بلدان الكفار، نقول هذه الأمور تقدر بقدرها أيضا، كهجرة الصحابة إلى الحبشة، وقد هاجروا مرتين والنبي هاجر إلى المدينة، ونجد أن المسلمين في الحبشة لم يرجعوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر أو في أثناء خيبر، وذلك في عام متأخر، فلماذا لم يبادروا؟ نقول إذا كان الإنسان يذهب لاجئا لحاكم طاغي فإنه لا يجوز
له أن يقيم ولكن يتربص يتحين بلدا من بلدان المسلمين يذهب إليها ويبقى في ذلك، لا أن يبقى بذلك إقامة دائمة حتى لا يذوب دين الله عز وجل من قلبه، وكذلك ما يشاهد من الكفر والتفسخ والعري، فتذهب هيبة شعائر الله عز وجل ودينه من نفسه. والله أعلم. شاكر مقدر يا فضيلة الشيخ. شكر الله لك.